احنا بتوع الاسعاف. شرطة النجدة والجمعية الاستهلاكية ومباحث التموين و 747-120 إذاعة. ألو؟ أيوة شارع. أنا خطيبتك منيرة عاملة لنا النهاردة شوية عدس. عدس؟ إنما إيه؟ أنا موسير. أعلى مواسير ده يبقى عظمة. إيه؟ عظمة. تعرف مسؤول يا أخويا؟ أيوة. البنت منيرة دي من يوم المرحومة أمها ما ماتت وهي شايلة حملي وحمل إخواتها. يا سلام يا عم شموني، ربنا يخليها لك ويخليها لي لحد ما أتجوزها. بس لا وهكمل أنا بقى براحتي. يلا يا عم مسيوني، يلا يا عم أشموني. خير يا سعد يا وش السعد؟ خير؟ هو ده يجي من وراه خير؟ قول يا أخويا سمعنا. في بلاغ عن مصطفى حادثة عربية في شارع المحكمة الكلية. وفين المحكمة الكلية؟ بقول لك ايه؟ الواحد ما يعرفش يتهنى على ماسورة من مواسير منيرة. مش وقته، اسمعني انت سخن العربية وانا هسخن العدس، قصدي وانا هتصرف. ابعد عنه، شيل، هل يوم
شيل واقف ليه؟ شيل شويش قلب. ايوه قلب. ايوه قلب بس. شيل بقى شيل 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 وراجل بقى. لا حول ولا قوة الا بالله. راح الراجل ومين؟ بتوع الاسعاف. في حد تاني يا مشموني؟ لا 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 كويس كده النهارده. يلا يا جديد. هنسكت على كده. نسكت ازاي؟ يلا بينا. سليمة ان شاء الله. انت والله ما شفته. انا بنظر حوالي لا بس في الله. اقول لك ايه ولا دايم غير واجهه. يلا يا اخوان. يا محمد. يا علي. كمان. يلا بسرعة. هو فين؟ اهو شيلوه. الله الله انتوا حيطوا تجيبوا. لا 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 دي حادثة رجالة الطريق كده. يعني محدش بدلهم. لا بس احنا طالعين بقى دي ارزاق لسه على الصبح. الراجل خابط في العربية بس سليمة ان شاء الله. يعني حاميها حراميها طول ما انت فيها يا وش الساعة. بقول لكم ايه بلاش غلبة. خدوا بالكم الراجل ده انا بجيب له مشوار تاني. انا منتظر. لا ما تنتظرش. خد اجازة يابا. خد اجازة. حادثه في وسط البلد ورايحين نسعف المصاب. مصاب؟ والحادثه اللي انتوا عملتوها دي؟ يا اخوانا الراجل بخير والحمد لله ما حصلش حاجه والدكاتره قايمين باللازم. لازم لازم تروح القسم. ما هنروح القسم. هتروحوا امتى؟ ايوه بس ما نلحق الراجل المصاب في وسط البلد ساعه قبل ما نوصل. مش عرفنا ما يمكن تهربوا. نهرب ليه؟ احنا ارتكبنا جنايه. اه جنايه. امال ايه اللي انت عملتوه يا بجح انت وهو؟ يا اخوانا طول عمرنا بنسعف الناس. عملنا حادثه مره ما حصلش حاجه. على الطالما حد هيعمل لكم حادثه اللي انا واشوف مين يسعفكم فيها. احنا اصابنا لا نخبطه ولا بينا وبينه طار؟ احنا اللي بينا وبينكم طار. يا سيد مين؟ يا سيدي افهمنا. الفرامل برازت بريري عبروا ايه؟ عاملين جنايه. ما مرش جنايه. الله عيب يا جدع. انت هو عيب. عيب ما يصحش كده. عيب. هات بطاقتك يا عم اسمون. يا اخوانا كل شيء بالخناق الا الاسعاف بالتليفون. انتوا عايزين ايه بقى بالظبط؟ عايزين تروحوا القسم. هات بطاقتك. هنروح القسم. اتفضلوا انتوا شوفوا شغلكم وانا هاخد اقوالهم. نشوف وشكم بخير. يلا عم شاكرين يا سعاده البيت. نشوف وشكم في الاسم يا بتوع الاسعاف. عدي 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 عدي. انت مسير اخدمك ان شاء الله. اخدمك وعاملين جنايه وتقول اخدمك. وانت عاوز ايه؟ عاوز انت مين انت؟ مين عاوز اعرف مين انت؟ ولا يهمك عم اشموني. ان شاء الله سليمه ان شاء الله. ده قضاء وقدر. احنا خبطناه يعني قصدين. بصحتك. بصحتك. الإشارة تفتح بس. دوق دوق. معلش عشان دوق بس. عندي شغلة صحامي على. لا 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 ده منين اللي عاملاه؟ خد دوق. ياه يجنن. لقد مضت حوالي الساعة ولم تصل الإسعاف يا للكاعة. حواطر الاسعاف. طبعا يا سيدي. طبعا يا سيدي. طبعا واسع. اخيرا جئتما. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لا سلمكما الله. جئتما بعدما فارق الرجل الحياه. وش عرفك انه فارقها؟ انا الذي كشفت عليه بنفسي وجسست نبضه فوجدت ان قلبه قد توقف ونفسه قد انقطع وكبده قد انهار وحوضه قد انكسر. قصدي القلب يعني الصمام بتاع القلب. طلع شفاته انا اشوف الحوض. انا الذي طلبتكما بنفسي وعلى نفقتي الخاصه. الاسعاف تعني النجده تعني الهمه تعني الغوث تعني الاسراع في لهفه النازف الملهوف. الاسعاف تعني الاسعاف. الاسعاف تعني الاسعاف. وانه لمن باب الاسعاف. يا شموني انسى انسى. لقد اخذت رقمكما بنفسي وساتولى تدبيج الشكوى شديده اللهجه لتبليغها للجهات المختصه وغير المختصه لتتولى عقابكما على الاهمال يا اندال. الاسعاف قال. يلا يا عالم. مستنيين ايه؟ يلا يا
بشرك بالخير. يلا بينا سيدي. على فين؟ على الاسم يا وش الساعة. لا لا دقيقة اتكلم معاك في التليفون واقول لهم هتاخد شوية. أنا هستناك في العربية. وأنا هروح فين؟ ما تروح في داهية يا أخي. طيب. خير يا بابا؟ الاسم؟ تسلموا نفسكم؟ الله يسلمك. مع السلامة يا بابا. اسم؟ يا حبيبي يا بسيوني. قصدي يا حبيبي يا بابا. طب يلا بينا نروح لهم. ايه ده؟ هنروح لهم كده لوحدنا؟ أمال إيه؟ ما نعدي على إخواتنا ناخدهم معانا. صح عندك حق. ونبقى بكده رايحين بشلة المدرس، قصدي بشلة المعلم. طب يلا بينا. يلا. السلام. انتم مين؟ لا بتوع الاسعاف. احنا بتوع الاسعاف. ايوه هم دول يا حضره الضابط اللي عملوا حادثه وداسوا الراجل المسكين، وما كانوش عاوزين يجوا الا ما خدنا اساميهم وعناوينهم البطايق بتاعتهم. احنا ما كناش عايزين نجي الاسم. يا اخ يا محترم يا جاهل يا ظريف انت، احنا مش قلنا لك هنسعف الراجل المصاب الاول، وبعدين عملنا رانديفو عشان نتقابل عند البيت ضابط. اميمه ولا ريحه؟ اميمه ايوه ولا ريحه؟ مين انت؟ أيوة مين؟ الله وادي بيليا. أيوة يا اسطى. إن كنت قويا اخرجني من هذا الهم. اسحب يا ابني. الله اسحب عليك ودوس. إيه في إيه؟ بابا أبوكم ماله؟ وبسيوني خطيبي ماله راخر؟ في الاسم يعني إيه؟ يلا بس يا وان بسرعة نروح لهم. وأنا هفهم كل حاجة في السكة. يلا بينا. وادي بيليا اظبط الأبلاتين بتاع الخنزيرة. أيوة يا اسطى. وريح العفشة بتاعت ال 128. أيوة يا اسطى. وولع العربيات كلها عبال ما فينا. ما يمكن ما كنتش عاوزين تيجي. ده مين يا بس يا انت اهو احسن بشرف احبسكم كلكم. ايه انتوا عملتوا خناقه بره وجيتوا تكملوها هنا ولا ايه؟ يا بيه دول عطلونا عن اداء واجبنا الاسعافي. ده احنا عشان وصلنا مكان الحادث متاخرين الجمهور هدف ضدنا. وفي واحد قاعد يشتمنا باللغه العربيه. العربيه الفصحى وبالشعر المخفف تصور. ورحمة ماما إن ما قدمتوا الحوش اللي جوه دول اللي اتخانقوا مع بابا بسيوني لا انتوا اخواتي ولا عرفوا. طب دلوقتي اتفضلوا كلكم مع السلامة ما عدا قائد السيارة بسيوني السيد لغاية لما نشوف المصاب حالته ايه ولا حصل له ايه. الموريتك يا بتاع الإسعاف هزميلك اتحبس عقبالك. طبعا يا عم لك عزوة. قال ايه؟ حريمي تتطهر يا عم. ايوه انا النهارده عامله لكم شويه حاجات من اللي انتوا بتحبوه عشان النهارده بقى انتوا عملتوا باكلكم. ايه عامله لنا ايه؟ محمره لكم دواجن. دواجن علينا. دواجن. طب ورقه ده فين الدواجن دي؟ مخليها يا بابا نحل بيها. طول ما في دواجن يا بابا اي خدمه اي خناقه. امر يا بابا احنا تحت امرك. ولاد بابا بطلوا رغي بقى عشان ناكل. قال لنا الاكل وحشني قوي. حالا يا بابا. ايه ده؟ الباب. ده مين بقى يا ترى اللي حماته بتحب وامه دعياله وظابط نفسه على ميعاد العشاء؟ ده مش ظابط يا بابا. امال ايه؟ عسكري. عسكري؟ طب ده عايز ايه؟ بيقول انه طالبين حضرتك في الاسم. شفتوا طالبيني في الاسم؟ يا
سجن على لقمة. اتفضل يا سيدي خش. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مشموني. ايوه مشموني. ايه اللي جاب؟ الولاد ولاد يا سيدي. مالهم عملوا ايه؟ ابدا مسكوا العيال اتخانقوا معانا ادوهم عيال انما محترمه. الله يفرم عليهم، العيال طالعين فراوره زي ابوهم، ربنا يحميهم لك. ويحميك يا زمل. الله يخليك. اه اتفضل. اشموني السلاموني. ايوه شويش. في حاجه؟ على فود. خير يا اكل ولادك بعتنوا لك من البيت وبيقولوا لك عايز حاجه تاني. لا متشكرين قوي، سلم عليهم. العفو يا خدمه. والله العظيم ولاد حلال وجه في وقت ده، انا كنت هموت من الجوع. اخيرا هتهنى على لقمه، بس فين؟ اي الحجز. اي مكان مشموني. فانا دي مكان لو تلاقي البت منيره بقى موظفه نفسها وعامله عماد. مش واجب برضه نعزم عليهم؟ امال هم عايزين عزومه؟ اتفضلوا يا جدعان. الله يا اخوانا. هش 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 الواد هش هش هش. الحمد لله. ها عملتوا ايه؟ وديتوا الاكل لبابا وبسيوني؟ ايوه. وازيه؟ قصدي ازيهم؟ كويس. قصدي كويسين. طب يلا بسرعه طلعوا الاكل ده لاخوات بسيوني. حاضر يا عم. ايه القلق بتاعك دوت؟ مطعم رايحين باكل وجايين باكل. يا اخي امال هيناموا من غير عشاء؟ وقول لهم ان هيتاخر شويه. حاضر. اوعى تقول لهم انه في الاسم. امال هنقول لهم ايه؟ اقول لك انا. نقول لهم ايوه نقول لهم انهم دخلوا السينما من 10 بالليل لواحدة الظهر. ماشي. لا نقول لهم ان هو راح الجمعيه يدي الفراخ والطابور طويل قوي. ولا سجاير صبح؟ يا سلام. طوال ودمكم خفيف قوي. شربعه بتهزر يا قلبكم يا اخي؟ بتهزروا وابوكم بسوني في السجن. طب هنقول لهم ايه؟ نقول لهم ان راحوا مأمورية مع بعض في اسكندريه. صح؟ صح. حلو يلا ادخل. اتفضل يا بتاع المطاعم. الله الصينيه مالها تقيله كده ليه؟ انت حاطه لحمه جملي. يلا يا سيدي. يلا خلصنا يا اختي. يا ميمو. ايوه. مساء الخير. جبنا طبيخ وجيل. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا اتفضلوا. الله. امال مين اللي فتح الباب؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اتفضلوا. اشربوا شاي. شكرا يا دكتور. والله لسه شاربين. سبحان الله حاجه تلخبط. لا مؤاخذه حاجه كده مش قد المقام. وليه التعب ده؟ اصل اخوكم بسيوني راح يصيف. يصيف؟ قصده سافر اسكندريه مأموريه مع بابا ومش هيرجع النهارده. غريبه يعني ما قالناش. اصلها جت فجأة. ربنا يرجعه بالسلامة. بإذن الله هيرجع بالسلامة. أصله طيب قوي. إلا طيب ده من يوم ما ماتت ماما وبعدها بابا الله يرحمهم بقى هو كل حاجة لنا. ده حتى مأخر جوازه من أختكم لغاية ما نتخرج وحارم نفسه من كل حاجة. أنت اللي فتحت الموضوع. مأخر جوازه من أختنا. لا مؤاخذة بقى ده راجل في بلده دم حامي. صح. لا مؤاخذة ما تحزنيش يعني. أنتوا كده غلطانين. ليه يا أستاذ زيزو؟ يا عم أنا مش أستاذ. أنتوا هتتكتروا عليا. أنا عايز مندوب بس اللي يكلمني. أنا صنايع. أنا وإخواتي دول صناعيين. وأهلي في واحد فينا اللي هو أنا بيكسب في اليوم الشيء الفلاني. صحيح كان لازم تشتغلوا وتصرفوا على نفسيكم. إحنا مثلا أنا وإخواتي لو كنا كملنا تعليمنا كان زمان أبونا بيشحن. ما إحنا برضه هنكسب بعد ما نتخرج. هتكسبوا كام بعد ما تتخرجوا؟ الله. والراجل أخوكوا ده هيعمل لكم إيه؟ مين فيكم الدكتور؟ فهموني. ما تردوش. الدكتور عارف نفسه. أنا هقول الكلام. كويسة قوي دي. هيفتح له عيادة؟ هيجيب خليه والشقة منين؟ هيجيب له المعدات بتاعته منين؟ والمهندس هيفتح له مكتب هندسي؟ هيجيب له الأدوات؟ يا عم ده أنتوا بتكسبوا ملاليم. إحنا ما بناخدش ملاليم يا حضرات. المرتبات دلوقتي كويسة. ممكن نشتغل شغل إضافي وممكن نسافر بره. حلني بقى وموت يا حمار.
مر ايه وحصان ايه يا اخوانا؟ انتم جايين تهنونا في بيتنا؟ لا مش مهندس، وانت يا دكتور، ده احنا اخوات ومتربين مع بعض وانتوا عارفينهم، ما دبات وكلامهم زي الدبش. واحنا ناقصين دبش وتوب يا كابتن. ومن مين؟ منكم انتم؟ اتفضلوا خدوا حاجتكم كده. زعلتوا كابتن البشمهندس والدكتور؟ قوم منك روح، الله ياخد بيتكم. يلا بس بره. انت بتعرفهم من بعض ازاي؟ حاك عليا يا دكتور. وانت يا بشمهندس، احنا اهل ونسايب، والنبي ما تزعل ومصحى فيا يعني. Peace.
الله يسلمك. وحشتني قوي الكام ساعه اللي قضيتهم في الاسم دول. ما تشوفيش وحش. وحشتني اكتر من بابا. سلام. يا سلام، مال دمك تقيل كده ليه؟ ما انت كنت كويس من شويه. منير انا حاسس كده ان اخواتك مزمزقين. مزمزقين من ايه؟ من الخطوبه طولت، ده احنا بقالنا 5 سنين مخطوبين. وماله؟ ان شاء الله تبقى 15. انا ما يهمنيش، ان شاء الله تبقى 100. قاعدين قاعد بكون في نفسي وبكون في اخواتي المبسوطين. بس اخواتك انت وايه يعني؟ ما يزمزقوا ولا يتفلقوا، هم مالهم؟ مالهم ازاي؟ نسيتي ليله ما كنا في القسم راحوا لاخواتي وهم مبسوطين وحلوين وزعلوهم عارفه عارفه، اكرامي حكى لي على كل حاجه. ما تتصورش حكايه وقفتك جنب اخواتك دول، مكبرك في عينيا قد ايه، مخليك قد كده اهو. صحيح يا منيره؟ الا صحيح، ده انا وبابا واكرامي كمان. يعني ما نفسخش الخطوبه؟ لا نفسخها. نفسخها وبعدين؟ وبعدين نتجوز منيره. ها. عايز اقول لك حاجه. قول منيرة. الغسيل نسف. احنا بتوع الاسعاف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني، شوية ملوخية عنب. قادرة بإذن الله. ربنا بس يبعد عننا الحوادث يا عم هشموني عشان نتهنى بيها بس. امين يا رب. مش كتير على ربنا، ده حتة سلطانية قد كده. يا عم هشموني يا اخ بسيوني. خير يا ميموني؟ قول قول يا منع اللذات. في خناقة في شارع السلام نمرة 13. 13 كمان؟ لا، وايه خناقة فين في شارع واسمه السلام؟ اسبقك اسخن انا العربية وما تنساش. لا ما انا عارف، هعمل حسابي. حاضر هحصلك على ربي. بلاش. ايه؟ اجيب لك سلطة؟ لا بلاش، ما عندنا في شرطة ابو العيلة مليانة سلطة، وإشارة الجلاء كلها طحينة. ما شاء الله. ايدك. الله الله يهدك. الله. نسخنها في الإشارة هيحصل إيه؟ الحمد لله جت سليمة. حاضرة بإذن الله. أنا آسف يا عم هشموني، بوظت لك الهدوم. انا مش على الهدوم، انا على الملوخيه. يلا عليك العوض يا ملوخيه. خلالي هنا فين؟ ايوه يا عم، دي اول شقه على اليمين. انت متاكد يا ابني؟ طبعا، دول تملي بيتخانقوا. تملي بيتخانقوا؟ معتدين. بتوع الاسعاف اهلا وسهلا، اتفضلوا. انا هبلدشك، انا هضحضحك، انا هكسر دماغك، انا هقطم رقبتك، لازم امرض بيك الارض، انا همسح بيك البراز. عيب عيب وماما واقفه. عيب. الخناقه فين؟ ما هي اخويا قدامك اهي. ايوه بس لسه مفيش حد اتعور. هيحصل يا اخويا هيحصل، اصلهم بيسخنوا نفسهم 5 دقايق قبل ما تشربوا الشاي. ايوه يا ستي، شاي ايه وهود ايه؟ ده احنا ما اتغديناش لغايه دلوقتي بسبب البلاء بتاعكم. ده حتى الملوخيه وقت غرقت هدومي زي ما انت شايفها. خلاص يا عم هشموني. يا اخويا خدت الشر وراح. قلت له والله. ده انا عامله حبه بصاره يستاهلوا بقكم. هجيب لكم فحلين بصل وشوية ليمون وشوية خل، بدل ما تتعبوا نفسكم وتروحوا وتجوا تستهلكوا البترول. لو النبي ما تعملوا تكليف، اتفضلوا، هم هيعوروا نفسيهم، هيعوروا نفسيهم. متأكدة؟ ايوه اتفضلوا، النبي تتفضلوا ما تعملوا تكليف ابدا. كانت البصارة اللي بتفحص. لا لا، البترول. البترول اللي محطوط على ايدك. بترول وزيت. لا ده المبيل ما بشير فلاني دلوقتي. ده انت نهارك مهبب. انت نهارك حبر جاف. اما وريتك يا راجل بلاكيت بلا، انت تخنع على الفاضي. طيب دلوقتي هوريك. طيب لما خلصوا اكل. اكل مين؟ احنا جايين هنا اكل يا مقبول. اما احنا دقيقه واحده على ما ماما تجيب الاكل، لسه انتوا ما تتاخروش. ده جوزي وانا عارفاه، وده ابني وانا حضاه. ابني اتخانق مع ابوه، ده يبقى. لا يا اخويا مش ابن حرام، ده ابني جوزي الاولاني اللي مات. هو مات؟ هو المرحوم مات؟
طب ازاي يبقى مات ومرحوم بقى؟ طب يا ستي ما تحاولي تهديهم وتصالحيهم مع بعض. مفيش فايدة يا اخويا، كان زي باشتر، امال انا طلبتكم ليه؟ ها ايه رأيك في البطارة؟ يعني انا حاسس كده انها ممكن تنقح. ما هي اخويا حلاوتها في ناحيتها. اما اروح اعمل لكم الشاي بقى عشان تحبسوا فيه. هنحبس بيها بقى، هنحبس بيها. بقول لك ايه، انت راجل حب. انا حبني يا رب. وحمار كمان. حمار. ايوه حمار. انا حمار. ايوه حمار. حمار. ايوه حمار. عايز ايه بقى؟ الله الله، انا هسيبه يتخانقوا كده لما نرد معانا ماشيين. لا قمنا خلاص مع ماشيين صح. لا لا خليني يا ابني، خليني يا ابني، خليني يا ابني. يا ليلي ليلي طب خبطت في اللي ده. لا هي عيني بس زي ما تقول من حلاوه الضربه دي تقسيمه بقى. فين الوليه شبه جبل التوبان؟ انت يا ست عم تسالك انا ايه؟ على ميه بيضه، على ميه وسخه بطريق ميه. لا 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 ولا حاجه، سفرة دايما بالهنا والشيف. احنا عملنا لكم حاجه اكتر من كده؟ اكتر من كده حرام عليكي. لما تخلوا تاني يا ست انت بطلب الحنوت، مالكوش دعوه بالاسعاف، ربنا يهدكم. لازم نزلتوا تخلصوهم ومينوم المخلصه لا تقطع هدومه. وبيقولوا ايه يا داخل بين البطله وقشرتها مينومك الا ايه؟ الا بصارتها. صباح الخير يا شباب. صباح الخير يا ابي. جلوس. ها ازاي الحال؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ مين لازم اللي عمل الشاي ده الدكتور؟ لازم انت. ايوه ليه ماله؟ مني البنيله. لا قالوا مني البنيله يا ابني، كليه الطب حاجه والشاي حاجه، ما تعملش شغلك هنا ده يا حبيبي. ده تعمله شيح بابوني، تعمله حقن في العرق، انت تعمله حقنه شرجيه هيسهل لك الدنيا كلها. المهم ها كويس لحاله الحمد لله. كنت عايزين مين اللي كان عاوز جزمه؟ عايز جزمه انا. طب يا ابني مش كل سنه بجيب لكم جزمه، حرام عليكم. طب بتعملوا فيها ايه؟ بجيب لكم جزم جلد فيل يعني كده، ما لا تتبهدل ولا حاجه، بتفرتكوها بتبيعوها بتاجروها بتلعبوا بيها الكوره. ابدا يا بيه، ما انت عارف ان احنا بنروح الجامعه ماشيين. عارف ماشي يا سيدي ماشي. حاضر حاضر هجيب لك جزمه. وانا يا بيه. وانت جزمه. حاضر ماشي يا بيه. العفو يا سيدي. وانت كمان جزمه. والله العظيم الجزم دي هتيجي على دماغي انا. عايزين حاجه تاني؟ ايوه 2 جنيه فلوس المكواجي. المكواجي ده طمن يا حبيبي، من جهه المكواجي دي انا دبرت لكم لعبه ظريفه قوي. اتفقت مع قابلتكم منيره انها كل يوم هتاخد الغسيل بتاعكم وغسيلي انا وتغسله لنا فوق من غير ما ابوها ياخد باله. والله كتر خيرها. طبعا مش زوجة المستقبل، لازم من دلوقتي اوريها العين السخنه. هيا يا بي. الله يهللكم. طب يا ولاد مبسوطين؟ مبسوطين يا ابي. انا ماشي بقى دلوقتي. مع السلامه يا ابي. الله يسلمكم. نفسي يا رب احلم باليوم اللي اشوفك انت مهندس وانت لا اظن انت اللي هتبقى دكتور وانت اللي هتبقى، هو واحد فيكم هيبقى مهندس واحد فيكم يبقى دكتور. المهم اشوف فيكم يوم كويس ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامه يا ابي. يا حلولي. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه ده؟ ازي عينك؟ عيني علينا. يلا منيره. حاضر يا بابا، انا جايه اهو. ايوه يا بابا. صباح الخير. صباح القشطه. خد يا بابا بس حاسب لا تتدلق. يا بنتي ما انا قلت لك بلاش الحاجات اللي بتتدلق دي. دي مسقعه باللحمه المفرومه، هتاكلوا صوابعك وراها. خلينا ناكلها في اشاره رمسيس، تاخد ساعتين. ماشي. لا خليه هو يشيلها. اشمعنى؟ وانت بقى خد السندوتشين دول غير ريقك. ربنا يخليكي. عجاي. الو. ايوه مين؟ بالاسعاف. عن اذنك. الو. ايوه الاسعاف في خدمتك. زن 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 يا عم
ادم ده في حي بولا وتدخل فيها مسؤولين من القلالي. مسؤولين من القلالي؟ لا 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 ده عمليه كبيره قوي. ما يعمقشموني لحسن يجيبوا وسطة من وكالة البلح ولا خبرة من البطنية وتبقى سلخانة. على مهلك بقى شوية في حتة الشؤم دي. حاضر يا سيدي. الحمد لله عدينا منطقة الخطر. بص قدامك انت بقى وانا هوكلك. عايزني محامي. حلوة 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 يا مهون على الإشارة. لا على مهلنا بقى. انا بقول نسخن المسقعه ولا ايه؟ خليها في رمسيس انا واقف ساعتين. سبب الخناقه الفظيعه الاشتباكات دي كره القدم ما التعصب الكروي. وانت ما بتتفرج ولا مراقب خناقه؟ انا حر واشجع المصارعه الحره والمصارعه الرومانيه. الله الله. والمصارعه الثيران والسباحه الطويله. لا واضح. والسباحه القصيره والقفز بالزانه. أيوة. والقفز من غير الزانه. ضد كرة القدم وطغيانها على جميع الكور. يا سيد أين كرة اليد؟ وأين كرة السلة؟ أيوة. وأين رمي القرص؟ أيوة. وأين رمي الجلة؟ الله دي بقى رمي الجلة. على سيد ده حلال. اللي طلبته اللي طلبته غالي. اللي طلبته غالي يا مهون. يا نهار اسود ومنيل. اي مشوي عم سعد نادي اللي جوه كلهم تعالوا. يا نهار اسود يا جدعان على دي ده حرب الهدوس. عم اشموني سلامك يا عم اشموني. سليمة ان شاء الله. سليمة تعالى يا عم اشموني. دول استغرقوا هناك. تعالى يا عم اشموني. انا فين؟ انا مين؟ انا بتاع الاسعاف. ايوه 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 تعالى يا عم. يلا ورايا. على مهلك على مهلك. شوفوا شغلكم. تعالى سامع بتشوني؟ عيني طلقت في الراديو. اطفيها اطفيها يا عم عشموني ما تقلبش علينا المواجع. مش عارف ليه انا دايما بتشق من ورديه الليل دي. ربنا يكفينا شرها. عندك حق يا بشوني. ده الليل بلاويه كتير. ده كفايه علينا بار خريستو. مفيش يوم يعدي من غير ما ينفعنا. اطلع بالطلب يا مريكا. المغربي يضحك لي وانا نازله نتدلع نملى الكولر. يضحك عشان مش متجوز يا مريكا. استاذو ما انا متجوز بقالي 30 سنه ولسه بنضحك. ما انتوا بتضحكوا علينا بالسبرت والبقرنا يا مريكا. اتفضل مسيو مقلوف. مخلوف يا مريكا. مخلوف يعني مش معدوم. دي الازازه الخامس مسيو مقلوب. ده الرابعه بس يا مريكا. انا مش سكران. الله يطلق من خريستو حبيبي. دي الخامس. الله انت بتطلقيه كل يوم. ايه
انتوا على كده يلزمكم محلل. وانا تحت امرك يا جميل. ايه مسيو معلوم؟ انا ست متجوز. ايه بنت يا مريكا. تعال يا مريكا. لا عيب يا مريكا، 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 عيب يا مريكا. سيبك من شغل البلوتيكا، سيبك من شغل البلوتيكا، عيب يا مريكا، عيب يا مريكا، عيب يا مريكا. خريستو قالك كلامي؟ قال يا فيينك فيكوا شهر السكرانين. عندك حق. وايه حصل ايه بقى في البار يا اخويا؟ خريستو متعور ومراته مغمي عليها. احسن على الاقل من مهلنا عشان نرتاح منهم ومن بلاويهم. ربنا يخرب بارهم يا ابن الميه. ما تحوقش، نرش عليه سبرتو من اللي بيسقولنا. استنى يا جدع، استنى يا سيد. سبرتو ده ايه؟ اتجننت؟ خسلوك خريستو. لله يا مريكا، اشوف فيك يوم انت وخريستو ابو دماغ بور. على ما انا مبسوط بقينا بصرة، مفيش حد احسن من حد. بس ربنا يجملها بالستر الليله ان شاء الله. قول يا رب عشان اقدر اروح بس مع اكرام النادي ان شاء الله. بس مش عارف اروح ازاي بالشكل ده. ما تروحش لحد يا عم اشمون، انت مش صغير، اللي عايزك يجي لك لغايه عندك. على رايك. ده النادي. طب اسمع، اذا كان على الشاش ده بالكاسكيته وكبسه جامد مش هتبان. طب وعيني دي اداريها ازاي؟ البنت منيرة بشوية بنة وشوية سكر وتليس يا سيدي. هفرم عليك،
لعبه اسعاف صحيح. يا عم اشموني يا اخ بسيونيز. عايز ايه الله يلعنك؟ عايز ايه؟ لا حاجه بسيطه. قول يا اخويا الله يبسطك. في واحد اتزحلق في الحمام نزل على جدور رقبته وادي العنوان. مات. يلا يا سيدي. الزحلق بيستحمى، يستحمى الساعه 2 بالليل. اللي بيستحموا باتنين بالليل دول بيعملوا ايه؟ مينا يا سلام عليك يا مدرسة يا حلوفني وهندسة. سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ده؟ ايه يا اخوان؟ ايه يا حضرتك؟ انت مش يا بلاد، تعال هنا. انت مين انت هو؟ احنا بتوع الاسعاف. نعم بتوع الاسعاف. مش باين علينا ولا ايه؟ وجايين لوحديكم؟ مفيش حد تاني معاكم؟ ده ليه وتالت ليه؟ مش مالين عينك يا ابني ولا ايه؟ لا سمح الله، بس انت مش عارف العبارة. يلا تعالوا معايا الشقة ما تتعرف. خد ال ايه يا اخينا؟ اصحى معايا. انت سرعان؟ انت ما تعرفش تجرى ولا نظرك على قدك؟ هو المصفى انهي دور؟ في الشقة اللي قبل مني. قبل ما انت ساكن في انهي دور؟ ساكن في سطوح. في الروف. روف؟ ايوه. اعمل معروف. روف الله يسامحك. يلا عم اشكي عنك يا بلدينا. طيب هو يسحبني خلاص. هنا هنا انا كده. هنا يا نشيل. ارفع ارفع عليه. هنا تطلع لسه كتير يا ابني. لسه هكمال يعني حبة. يا باي انت مصمم تشيل معاك انت من شغل زي كده. لسه فاضل كتير يا ابني. انا دول اطلع اطلع. اه يا ابو سهل استنى لما نشوف لك حضرة ايه. لسه هيطرح ده من ده. اقعد يا مشمون يريح. خد نفسك. نفس ايه؟ ده نفس القطعه وقعد فيها نفس. يا ساتر. فين يا سيدي؟ يا ساتر. يا ساتر. سليمة ان شاء الله. سليمة ان شاء الله. سليمة ان شاء الله. يا لهوي انت اللي عملت الخرم ده. كنت لازم تستحمى يا رفعت. ما قلت لك بلاش. هو المحروس اسمه رفعت؟ ايوه. ما شاء الله اسم على مسمى. بس مش عاوز نقلة يا عم اشمون. يا ريت كنا نعرف اي حد يتصل بالمقاولين العرب يبعتوا لنا ونش. بيلعبوا في افريقيا هم. مش قلت لك يا سحب من الاول؟ لو كنت قلت لي من الاول كنا جبنا اربع شايلين ومحطة مصر. ولا يهمك، انا هنشيل معاك. انت ده عايز بطل العالم، بطل العالمين رفع الاثقال عشان يشيله. انا هشيل معاكم. ايوه خليك في حالك انت. يلا بينا ايدنا تعاون كلنا مع بعض. يلا افرد. معلش استحمل يا رفعت. استحمل مين؟ مين اللي استحمل، هو ولا احنا؟ الف الف الف. دلبه دلبه. ايوه ايوه. اديله ميه. يا ساتر. تعال استلم من الدور التحتاني ده. احنا جبنا الكوريت معانا. انت دي نايمه يا زوق يا زوق يا سيدي. زوق يا حبيبي. ايوه اوعى الملف اوعى الملف. خلي بالك احنا مدوران. وحده وحده على رجلك على البيت. شيل ايدك. شيل النبي. الوليه بتقلق. شيل ايدك. شيل ايدك. الراجل هيفتس. كنا حدفناه من البلكونه. رفعوا عليه. نفتس لا يفتس ولا احنا. رفعوا عليه. سلامة أناكينك يا بابا. سلامتك يا بابا، ألف سلامة.
ربنا يتوب عليك من الشغلانه دي وشقاها. شد حيلك امال يا بابا. شد حالي ايه؟ ما انا عندي شد حضري جاهز اهو. اي خناقه احنا تحت امرك، علي النعمه ندشدش اللي دشدشها. نحن وراك يا بابا. وراي فين؟ لو كنت ورايا ما كانش حصل الاصابه دي. يا خساره، مفيش فولو، مفيش فولو. بس يا بابا دي خناقه مش كوره. لا بقى ما كانتش خناقه، ده بولدوزر. بولدوزر يعني ايه؟ يعني 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 دبابه، يعني كاميون، يعني لوري، يعني تريلر، يعني يعني وابور سكه حديد وقع علينا. وبسيوني جرى له حاجه؟ مش فاكر. انا من ساعه ما وقعت ما دريتش بحاجه ابدا. ايه ده؟ قاعدين ليه؟ ما تقوموا تفتحوا. سبع سنين والدوري في مطرحه، سبع سنين والدوري في مطرحه، سبع سنين وابونا في مطرحه، سبع سنين وابونا في مطرحه. تعرف اللي رقصوا على السلالم؟ وهو اللي يرقص على السلالم يحصل له كده؟ لا يا حبيبتي، ما احنا ما كناش لوحدنا، كان في طن بيرقص فوقينا. يا لهوي، طب ليه ما طلبتوش لسعاد؟ يا لهوي يا خرابي، انا قلت لك 100 مره بلاش الكارده دي يا سابع، وكفايه المهببه بجوزك. ما هو عاوز يتبهدل ويبقى اخر منجهه. اهو اتمنجه اهو في 60 نيله بعد ما شرب الفنجان، شرب الجدع من ايده فنجان، وحاسس بيته للالم يا روحي فنجان. يا وليه ما دام انت قاعده تعديني، روحي اطلبي له الاسعاف. اسعاف؟ اسعاف عشان يعملوا له غسيل معده ويلمونا كلنا القناطر؟ انا هقوم اكلم سعد ابن حتتنا واخليه يجي مع الاسعاف. هو انا حسين عمال ما الم الحاجه. يا بني ادم صحيتني من احلى نومه. في حادثه في حتتنا مهببه ولازم انا بقى اللي اطلع معاك. ليه تطلع معايا؟ هنفعك قوي. طب وعم اشموني؟ عم اشموني الراجل عيان ودماغه مربطه. طيب هنتاخر يعني؟ لا مش كتير. هبلي بابلي. اوام 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 اوام. طب هجيب الشنطه والكاستيك. تيكت ايزي. يا خفي الالطاف ايجاد الابعاد. مساء الخير. هيجي منين الخير والراجل حالته بيه؟ طب يا ست هنسك هنسك، اطمني ان شاء الله، سليمه ان شاء الله. هو عملها برضه؟ عملها يا اخويا عملها. معقول يا فسيمه ده بيعملها لسه؟ لا ده عمل كنكه وبلعها. عمل كنكه؟ انت بتخلوه يعملها في الكنكه؟ انتوا ما عندكوش بيت للراحه؟ تلاوت؟ عمل كنكه وبلعها. بلعها كنكه؟ يعني وقفت في زوره كنكت على انفاسه. يا نهار اسود، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يا ليمونه هتفوقه. الله، امال ايه المرض بتاعها ساعات ازاي؟ ايوه اسهال بس ما فهمش بالمراوغ. اصل شيل بتعملها كبس وكبس على انفاسه. هي فيها تعميره؟ انا هوديكه في داهيه. تعميره ايه؟ طب انا هبلغ البوليس. بقول لك ايه؟ اعمل معروف للولاد حتتي، امال انا جاي معاك ليه؟ طب مش نفهمه ان الهباب الزفت اللي بيشربه ده يموته؟ ما انا قلت له ما ياخدها، ما انا قلت لك ما تاخدهاش. كاكا اهو فاق اهو ما تعبناش. كاكا كنكة. ما قلت لك ما تاخدهاش. ايه كنكة؟ عايزين حاجة عشان أنا ماشي. كنكة. ما قلت لك ما تاخدهاش. ايه كنكة؟ بتعمل ايه يا بابا؟ بتتزوق؟ اتزوق ايه وهبب ايه؟ أنا بحاول أداري الحباب ده. افتكرتك بتتزوق عشان رايح النادي مع إكرامي. يا سلام، طب بص شوفي شوفي يا عيني زارقة مش عيني زايغة. بحسب. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. جاهز؟ يعني بداري شوية الإصابات دول. طب أنا هكمل لبس وأجيب لك نظارة تداري كل حاجة. يا ريت تبقى أحسن. صباح الخير يا كباتن. ازيك يا كابتن إكرامي؟ صباح الخير. أوه إكرامي، أوه إكرامي، بطلع تتقاطع، سيكو فيكو سيكو فيكو. لو انت اختشي ما يصحش، دودي بابا شلوتي. اوه بابا اكرامي، بابا كفركم، بابا كشيكم، بابا كشيكم. مين ده الله يخرب بيتك؟ دي معجبة بابا من دولة منبوزة العليا. منبوزة العليا؟ انت كنت رايح هناك تلعب كورة ولا تلعب بديلك؟ لا والله يا بابا دي علاقة بريئة. طبعا يا عم، سعيد في الحب وسعيد في اللعب. بص يا عم ابل الله يسهل لك. منطق ده عيالك يا عم. ماشية معاك حلاوة. هاي هاي، سيبك من كابتن خيشه دلوقتي. ايه ده؟
مين دي يا بابا؟ ها؟ دي معجبة بأخوي إكرامي وحشتني اللي علينا ضيف. أهلاً. دي الواندا كومي من دولة منبوزيا الأوليف، منى برازا، منيرة. أهلاً يا أختي، نورتي، نورتي البيت يا أختي، أهلاً وسهلاً. استريحي يا حبيبتي. والله يا أختي يا منيرة دي وشها حلو عليا قوي، ده أنا قبضت النهاردة مبلغ كبير قوي من النادي. هوهو هوهو. ربنا يوفقك يا إكرامي يا أخويا، يا ابن أمي وأبويا. خش بقى اعمل لنا اكله ترم العظم. انا محتاج لتقويه وترميم واصلاح. هوهو 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 تصحوا ولاد. بابا العشاء سنتر. سنتر خيرك يا والدي. اديها بالثمانية. ايه ما جايبك دي يا سي اكرامي؟ دي ما كانتش من يوم ما اتفطمت. لا يا بابا، دي نفسها اتفتحت من ساعة ما شافت اكرامي. يعني خلقته اللي تفتح النفس قوي؟ يا دمك يا اخي، وانت وشك عامل زي المفتاح المشرشر. لا انت صايمة يا استاذ فلان. صايمة؟ دي صايمة قديمة. ملعوبة. بس يا جدع انت هو، كل واحد يلم لسانه. الله، ما تخليها يلم بقها. لو انت منجري نونو نونو. يا اختي ما تزعليش كده، دول كانوا بيهزروا معاكي. يا جماعه ما يصحش كده، دي برضو ضيفه عندنا. كلي 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 يا اختي. كلي يا اختي. لا والهنا ايه، انها هتقعد عندنا لغايه ما تسافر. معلش يا بابا، ما انت عارف ازمه الفنادق. حياتك انا خايف لا تكون ازمه اخلاق. جزمه اخلاق ولا ايه؟ عيب يا بابا، ده انا راجل رياضي. انا رياضي وبابا رياضي. الله. ملك ومن انت يا قاضي. انا رياضي وبابا رياضي. يلا يا اختي بره بره يا اختي. يا اختي بره كرامي بره. بلا انت كارته عايزه تلعبي كوتشينه دلوقتي؟ الله يخرب بيتك، انا عندي تمرين الصبح. عندي ليك خبر كويس. خير ان شاء الله يا كابتن. طبعا يا كابتن انتوا عارفين ان الماتش جاي ده اخر ماتش في الدوري، رتبته متوقفه عليه الدوري العام. عارفين كويس طبعا ان احنا يكفينا التعادل، مش ضروري نكسب الماتش ده. وبعدين احنا دايما الحوافز المدافعين كانوا مظلومين، ان كانوا دايما بيدوا الحوافز للمهاجمين اللي بيجيب اجوال اكتر. انما المره دي ان شاء الله مشجع النادي الكبير الوجيه مندور كابرونيه هيدي عربيتين هديه للحارس اللي هو ما دخلش فيه اي جول ولاحسن مدافع. يا منيره منيره. ايوه يا بابا. انا مش هتنفع عيني عشان اتفرج على الماتش. ما هو يا بابا قلت اسيبك تستريح شويه. استريح ايه؟ ما انا مريح بقالي موسم بحاله. ايه اخبار الماتش؟ ما اعرفش، انا حتى ما عنديش اعصاب ابدا اتفرج على
لصالح النادي الان. وين موقفه في الجون؟ ما يطلعش معاهم؟ ما ينفعش. ما ينفعش يا عم، يطلع معاهم يعمل ايه؟ لازم يبقى هناك. ايوه خليه هناك براحته. الاهلي فين؟ فين؟ الاهلي اهو. رامي شاط. اسماعيلي مالوش نار. اسماعيلي ايه اللي جابه بس؟ خلاص لحظة. الاهلي والفريق القومي بس هو ناقص حاجه واحده. انا قلت له نفسي بقى اخد العربيه، مش مهم اي حد بس اخد العربيه. انور على الارض الجمال حمزه ومحمود صالح. اكرام الحمد لله ربنا يستر على كده يا اكرامي. استر يا استر يا رب يا كريم. تبقى العربيه من نصيبك يا اكرامي يا اخويا يا ابن امي وابويا، وترحمنا من ازمه المواصلات يا رب يا رب. اكرام اكرامي شاط. عايزين نطلع ناخد اجتماع عائلي هام. ناخد يا اخويا ما نحكيش ليه. يلا بينا يا بابا. يلا بينا. ايوه نعم. خد بالك من العربيه. ما تخافش فيه يعني ننجح. يبقى العربيه شالها الونشه. يلا نطلع. فيه فيه.
هتجوزها على سنة الله ورسوله. يا ابن يا ربنا يهديك. او النبي يا بابا، دي حتى وشها حلو علينا. عندك حق يا منيرة يا بنت، هي فعلا من ساعة ما جت والخرجة في ديلها. موافقون؟ ولاد مقصر في حقك. كل ما افتكر ان انا راكنك 5 سنين يا اخي. حد قالك ان انا زعلانة؟ انا ما حدش قال لي. حد قالك؟ لا ما حدش قال لي. طب انا هقول لك حاجة. اعتبر نفسك مسافر وعندك عربية، مش بتحطها في الجراج؟ ده لو عندي. اعتبر يا اخي. افرض. هفرض اهي العربية. خلاص اعتبرني انا عربيتك وانت مسافر وانا مستنياك لغاية ما ترجع من السفر. حبيبتي يا منيرة، ربنا ما يحرمني منك. ان شاء الله ارجع اطلب ايدك من الجراش واطير بيك.
ثانك يو فيري مارش. اهو كده اهو كده، خلي دمك خفيف. ايه التورته هيقطعوها، يلا بسرعه. استنوا استنوا استنى يا ماما. يلا يا سيدي. الو، مين حضرتك؟ ايه في ايه؟ خدني معاك في هذه الحادثة، خدني معاك. اشمعنى في هذه الحادثة اخدني معاك؟ سمعت صوتا هاتفا يا خرابي. في الصحر؟ لا، في التليفون. طب عم اشموني، البركه فيك انت، الراجل سخن وعيان، حرارته 65 تحت الصفر. يا نهار اسود، ده بيغلي كده. طيب استناني انا جاي حالا. طيب. نسيبه ما يبرد المره دي. احنا بتوع الاسعاف، وانا اللي رديت على حضرتك في التليفون. اهلا وسهلا، هي اتفضلوا. يزيد فضلك وافضالك. ما معلش، اصل انا مضطربة مش على بعضي. ده انا اللي مضطرب ومش على بعضي. هو ايه العبارة؟ ايه اللي حصل عندكم في ليلتنا المطينة الطين دي؟ تعال ورايا. وراها وراها. فين المصاب؟ اهو ده مساوس يا مدام. عين مصابته. وايه اللي وصله للحلقة؟ انتوا قاعدين في الشقة لوحدكم؟ ايوه. ده عنده ضعف عام يا مدام، وهزال شديد، وعنده انيميا مهببة، وهبوط اضطراري، وعنده تهتك في الحرقفة. يا لهوي، تهتك في الحرقفة؟ ما تقلقيش يا مدام، ما تقلقيش، كل شيء هيمشي طبيعي ان شاء الله. انا هكتب لك شوية ادوية، بس تجيبيها من الجمعية. جمعية؟ ايوه، البان، لحوم، فراخ، تشيكن، حمام مشوي مقلي اللي نفسه تيجي عليه، كوارع، واذا تيسر الحال جمبري، وافضل السويسي الكبير قوي ده. اتفضلي. انت خلصت؟ ايوه. شوف يا مدام، احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. تعال. أميرسي. بص صغننه بس. استنى قبل الفسيخ بس. استنى بس استنى. ايه دي؟ دي فسيخ. وايه دي يا حلوة؟ دي ده سردين. طب استنوا بقى، ايه اللي بيلقب ده؟ دي ملوكة. ملوكة؟ ملوكة. هفرم عليك. انا عايزة بصل. خدي بصل. ايه راوندا ده مفعوله مش ظريف. حاضر كده يا اكرامي، خليتها سابت البصل. سابت البصل واتجوزت اكرامي. والله برافو عليك يا اختي يا منيرة، خليتيها تنطق. مش في حوافز؟ كل اسبوع من ده. حلو قوي. قبل الفسيخ جوزي قولي وانا حرة فيه. برافو جوزي. عاملة لكم قهوة مركزة عشان تعرفوا تسهروا. يا ست ربنا يكرمك، ايه الحلاوة دي؟ الله، انتوا لابسين كده ليه؟ أمانة يا سيدي، أصل عقبال عملتك معزومين على حفلة في سفارة منبوذة العليا. سفارة المدام. وإكرامي وراوندا هنروح مع بعض. مع بعض؟ أنت عايز تروح معاهم؟ أيوه. كده من غير استأذني؟ فين سي إكرامي ده؟ في أوضته بيلبس. عاجبك كده يا عمي؟ لا طبعًا، أنا قلت لها لازم تستأذن بسيوني. شكرًا. عفوا. عقابًا ليكي بقى ما أنتش رايحة الحفلة. خشي غيري هدومك وقعدي وشيلي العقد والشراشيب دي. اتفضلي. تعجبني. أوكي. لا مش هاد. وأنتي؟ جوزي. اوكي ربنا يهدي سيرك. انت ايه؟ انت بتبص؟ فعلا انا. انت؟ معقوله؟ مش انا؟ تاني عم اشموني، عم بسيوني،
في واحد اتعور في سهاره منبوزيا العليا والعنوان اهو. منبوزيا؟ يا ليل افريقي. ومالك اتخضيت كده ليه؟ انت مالك يعني هو السفير قريبك ولا السفاره خالتك؟ ليك غلاوي ليه؟ اللي عمالين يلعبوا صالح وقول لك اهو واهو عجايب. الو ايوه انا عارف. لا مش عارف عارف، انا الاستاذ عارف ابراهيم مدرس جغرافيا وساكن في شارع الامان قريب من سفاره منبوذيا العليا، وعندي نظاره معظمه بشوف بيها النجوم في عز الظهر. ياه ده انا بشوف بيها العجب. لا اصل الحكايه سفاره منبوذيا كانت عامله حفله وانا طبعا قاعد هنا بتفرج، وفجاه لقيت ناس جم معاهم سلاح ضربوا نار دخلوا احتلوا السفاره، ودلوقتي جت عربية إسعاف دخلت. إلا متأكد، ده أنا متأكد ومتيقن كمان. شكرا. إحنا بتوع الإسعاف. أيوة. إحنا لاجئين حسب البلاغ. إيه ده؟ اللهم اجعله خير يا عشموني. مش باين عليه خير أبدا أبدا. مساء الخير يا فندم. انا اسف جدا للازعاج، بس في امر مهم جدا لازم ابلغه لسيادتك. بلغوني دلوقتي ان سفاره منبوذيا العليا تم احتلالها بواسطه عناصر مجهوله. حاضر يا فندم. حاضر. زعلات في حته خلاص طيب خلاص. لا هنا 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 بس عشان الهوا، رجله عايزه هوا. ايوه خد له النبض عشان الفرحه. الله يخرب بيتك وبيت دولتك. وانا مالي اكرامي؟ اينا منظمه العلويه البنفسجي وخلاص احنا احتلينا السفاره والسفير وكل اللي هنا مرهونين وكمان بتوع الاسهاف. سامع يا عم عشموني؟ سامع اه. وكمان الجون بتاع النادي الاهلي اكرامي. الطلبات بتاع احنا، شوف يا عزيزي، نمره واحد لازم تسيبوا كل مسجون سياسي في بنبوزيا ويدلهم طياره عشان يروحوا بيها زي ما هم عاوزين، دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم احنا كمان عاوزين طيارة عشان نهرب بيها منكم. نمرة تلاتة، كل ده لازم يحصل في ظرف 48 ساعة، بعدين نموت المرهونين وننسف السفارة. لا مش انا زعيم، انا مدام الزعيم عشان هو متقور. الو 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 بونبوني حبيبي بونبوني. آه. هو اسمه بونبوني؟ ايوه عشان دي ابن عم آل كابوني. آه. انا واكرم ونعم الناس. خلي بالك منه انت كويس عشان دي زعيم الألوية البنفسجي. آه. هي الـ البنفسجي دي غير الـ انا بروقه بس، ده مركون بقاله سنة، دي غير الألوية الحمراء. طبعا احمر ايه، احنا ما نحبش دم. لا ما هو واضح طبعا. وش معنى البنفسجي؟ عشان احنا بنحب البنفسج، عشان هو بيبهج وهو زهر حزين. لخياطة نفسك. يلا يا عم. سيداتي انساتي سيداتي، نأسف لقطع الارسال عن المسلسل الاجنبي ونذيع عليكم ما يلي. جاءنا البيان التالي من وزارة الداخلية. قام بعض المسلحين ممن ينتمون الى منظمة الارهابية
تسمي نفسها منظمة الألوية البنفسجي باحتلال سفارة منبوذيا العليا واحتجاز أعضاء السفارة كرهائن، وقد هدد الإرهابيون بقتل الرهائن ونسف السفارة إذا لم تنفذ مطالبهم في ظرف 48 ساعة. ومما هو جدير بالذكر أن من بين المحتجزين بعض المواطنين المصريين من رجال الإسعاف، هما أشموني السلاموني وبسيون السيد ولاعب النادي الأهلي إكرام. يا لهوي دول خلفوا العين. ينتهي بيان وزارة الداخلية. احنا بنينا ليه؟ ما طلب منا بالعقل على مين؟ على السفارة طبعا. ايه رجل على رجلكم، ثانية واحدة بس اغير هدومي وجاية وراكم حالا. احنا كملنا مال منبوذيا وحرام كشف الادوية البنفسجي ولا البنفسجي ولا البنفسجي ولا البنفسجي. ايه يا الحادثة؟ حادثة السفارة، حادثة السفارة، القبض على اكرامي جوه نادي الزمالك. ايه الحادثة؟ ايوه يا فندم، تم الاتصال بحكومة منبوذيا ورفضت طلبات الارهابيين. ايوه يا فندم، ورصدت مكافأة 1,000,000 جنيه. ايوه يا فندم، 1,000,000 جنيه للي يخلص الرهائن ويقبض على الارهابيين. يا فندم قدام السفارة وقفوا بتوع اللب وبتوع المراجيح وبتوع الصميت وبتوع البيض وبتوع لحمة الراس. يا فندم قدام السفارة بقى في مولد. حاضر يا فندم، حاضر. مع السلامة يا فندم، مع السلامة. لازم خيولك يا ساتر. انا عاوزه دايه دايه دايه. اقول ايه؟ لازم لها الكور. لا مراتي ما ينكشفش على رجاله، لازم دايه. ليه؟ ما خلاص دايه دايه دايه. تعالي يا ست، لازم دايه. تعالي معايا يوم من ايام. عارفه انك هتولدي، ده وقت تاخده فيه السفاره انتوا كمان. ثانيه واحده. الو الو، مفيش حراره. طب معلش معلش، سليمة ان شاء الله. اسبقيني على اوضه النوم، اسبقيني على اوضه النوم. يا اخوانا نسيوني اهو يا ولاد، سليمة اهو. الحمد لله. عايزين دايا، بسيوني ينادي، عايزين دايا. سامعيني؟ دايا حول. ايه لعب العيال ده؟ دايا دايا ايه دي؟ هات الميكروفون. وعايزين دايا ليه؟ الولية عايزة تولد، قصدي زعيمة العصابة هتولد. وهنجيب دايا منين دلوقتي؟ ما ينفعش يا دكتور. لا ما ينفعش، اصلا ما بتتكشفش على رجالة. اصلها ايه؟ ما بتتكشفش على رجاله. حول الطم. ودلوقتي هنعمل ايه؟ حد يعرف يجيب دايه؟ انا يا حضره الضابط ابقى اخت اكرامي وخطيبه الراجل اللي كان بيتكلم من شويه ده بتاع الاسعاف. اهلا وسهلا، تشرفنا. اي خدمه؟ انا اللي عايز اخدم اي خدمه. انا عايز اخش جوه في السفاره. خش السفاره تعملي ايه؟ اعمل دايه. تعرفي تولدي؟ ده انا ولدها وولد ابوها بتاعت البنفسجي دي. وانا حضره الضابط ابقى اخوها وهي خطيبه الراجل اللي جوه، عايز ادخل معاها. وانت تخش السفاره بصفتك ايه؟ بصفتي المساعد بتاعها. انت ما سمعتش انها ما بتنكشفش على رجاله؟ ايوه بس لازم ادخل عشان نخلص، يعني هنقعد كده. والنبي حضرتك انا جات لي فكره. تعالى معايا انت واختك. تعالى. طب واحنا؟ انت تروحوا تتمرجحوا. والله فكره. يلا يلا انا عايز اتفرج على السفاره من فوق. قرب. يلا يلا انا عايز اتفرج على السفاره من فوق. بكام يا اخ؟ اطلب بريزه. تبقى دي بريزه من الكبيره بس على شرط. اشرط يا باشا. تركبنا كلنا. ماشي ماشي، وما تنزلناش الا لما نقول لك. ماشي ماشي، اركب اركب. ما تنساش يا زيزو، جهاز اللاسلكي في اليمين والمسدس في الشمال، وطبعا انت فاهم الخطه. ما تخافش يا سعاده البيت. يوب ما تخافش يا سعاده البيت، اتكل على الله، دول 1,000,000 جنيه. مبسوطين يا ولاد؟ مبسوطين يا بيه. طب اتمرجح.
الحكايه تنتهي على خير. لا مش هروح. الله الله يا ابني، سايب الاسعاف لوحدها، اجري لحد يسرق حاجه. الدايه وصلت ومعاها المساعده بتاعتها. خليهم يتفضلوا، خليهم يتفضلوا. خد الميكروفون ده معاك يمكن ينفعك. يلا يا جماعه ربنا يوفقكم. يا رب خليك مع الولايه. يا عم افتح افتح، دخل الدايه ومساعدتها الوليه. خلاص انا سامع العيل بيعيط بالبنبوزي. شيل ايدك لقطع هالك، شيل ايدك لقطع هالك. لا اصحى نفسك، ده انا اخواتي رجاله يطفحوك الدير دي. اوعى. العواف والله ما حد قايم من مكانه، خليكم مرتاحين. منيره زيزمو بس بغلى ما تديناش في داهيه. امال فين الحامي؟ الحامي اللي احنا بعتناها الاوضه اللي هناك دي. هي تلاقيها بقى على مؤاخذه في الاوضه اللي طالع منها الصوات دي، ما تتوهش تلاقي على الباب يا ورمي السلاح. لو الطلقه اهو. طب هاتوا لي ميه سخنه بسرعه. يا اخ ميه سخنه قوي مو جويجه. حاضر، انا اذاك بونبوني بيه عشان ميه. بقول لحضرتك ايه، اما تجيب الميه يبقى نديم عينيا. خد ده. ايه ده؟ سخن فيه الميه. تكمينه في شكل. خد. اعمل بيه ايه؟ ورايا ورايا. عن اذنكم. شدي حيلك يا شيخه. اجمدي اجمدي يا حبيبتي يا اختي قطيعه بلا هده. يا عم ده انا جايب الميه، انا ماليش دعوه. الميه يا قبلتي. ما تدخلش، اوعى تخش في الميه منك. يا اختي ارمي المدفع اللي في ايدك ده وارفع ايديك اللي فوق لحسن اسمعك رصاص في ودنك. وليه يرمي النعمه على الارض؟ ما كده حلو، كده حلو. اديني مسدس، اديني مسدس. خد انت ده. اشمعنى يعني اديتني ده؟ مش معرفش الرصاص بيطلع منين. قوي يغيله هنا. اديله جامد، اديله بطاريه. استناني انا جاي وراك، استناني. ادي عاجبك كده، ادي جامد. كل حاجة تمام وكل إن شاء الله. وصية بتسألك بتقول لك إذا كنت عاوز ولد ولا بنت. أنا قلت لها تتصرفي وهو ينقي. يا خيي ارمي ده، يما هعمله خرم في دماغه. وأنا يسيب وأنا يسيب. يا أخويا يا أخويا يا حبيبي، ربنا ينصرك. الو 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 الو. ايوه يا فندم، زيزو زيزو 7 يتحدث. تمام يا فندم، سيطرنا على الموقف والرهائن في امان. حاول. مبروك المليون جنيه. مبروك عليا ايه يا حضرة الظابط؟ مبروك عليا وعلى العيلة كلها، ده احنا كلنا اشتركنا في القبض على المجرمين دول. مبروك على العيلة كلها وعلى الإسعاف كمان. ألف مبروك يا بابا. مبروك عليك يا بنتي يا نوارة. مبروك يا مسلول، برافو. الله يخليك، أخيرا هنتجوز يا منيرة. مفيش حاجة بالسهل يا حبيبي، لازم نحارب عشان نتجوز. تعملي إيه؟
ولا بيني؟ لا ولد ولا بنت. يعني ايه؟ ما عجبوش حال الدنيا رجع تاني مطرح ما كان.